ورحل صوت الداني الحضرمي، الصوت الذي أطرب وأبهج وأشجى وأوجع. هذا الصوت المسافر في سماء الأغنية اليمنية والعربية بكل هذه الفرادة والجمال، برصيد غني في أفئدة محبيه وعشاق صوته، يرحل أبو بكر سالم بالفقيه. مثل أبو بكر سالم لمحبيه وعشاقه مدرسة فنية كاملة بما قدمه على مستوى اللحن والكلمة والأداء، وحافظ على هويته اليمنية وبصمته الغنائية. أم اليمن. تميز الفنان أبو بكر سالم بثقافته الفنية العالية التي أسهمت في صقل تجربته في الألحان والشعر والغناء، كما تميز بصوته العذب وتعدد طبقاته بين القرار والجواب وقدرته على التفاعل الوجداني مع النص. خلف أبو بكر لجمهوره هذه التركة الثمينة من ألوان الغناء التي تنقل فيها بين الداني الحضرمي إلى الأغنية العدنية ومنها إلى اللون الصنعاني. في عام 1978 حصل أبو بكر سالم على جائزة أفضل صوت في العالم من اليونسكو من حيث طبقات الصوت في أغنية أقول له إيه. أقول له إيه لو قال كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة ولقب بفنان القرن. رحل ابن تريم الغناء عن عمر يناهز 78 عاما بعد أن تنقل بفنه بين عدن وبيروت وجدة والرياض، كما كان لنشأته في بيئة دينية ذات الطابع الصوفي الذي تعرف به حضرموت أثر في تركته الفنية. غنى بن سالم لليمن وللأرض، للعشاق والمسافرين غنى للحزانة والطيبين. رحل أبو بكر لكن صوته سيظل محفورا في وجدان اليمنيين ويومياتهم وتفاصيل حياتهم بأغانيه التي أثرى بها الحياة اليمنية والعربية. رمز عينه بريد.